وينضم إلينا الأستاذ محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر. سيد محمد، بعد التحية، قراءتك لأبرز ما جاء خلال اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني؟ يعني خليني أقول لحضرتك أنه اللقاء ده يورينا قد إيه أنه الرئيس بيحرص على أنه يكون في حوار دائم بينه وبين أبناء الشعب المصري، وأنه في حالة مكاشفة دائمة لكافة قضايا الدولة المصرية. الرئيس استمع لأبناء مطروح، وأيضا عرض بشفافية شديدة ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات، وأيضا يعني أكد على أنه الدولة المصرية خلال الفترة اللي فاتت استطاعت إن هي تواجه العديد من التحديات وتصبح جزء من الماضي اللي في بعض الأحيان كان البعض يظن أنها تحديات صعبة على الدولة المصرية أن تعبرها، زي تحدي كان الإرهاب واللي استطاعت الدولة المصرية بكافة أجهزتها وأبناء مصر الشرفاء أن هم يصبح يجعلوا الإرهاب هو جزء من الماضي. الرئيس أيضا تحدث عن الأزمة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، وكيف يجري أو كيف تقوم الحكومة بوضع آليات ورؤى وخطط لتتحرك باتجاهها لمواجهة هذه الأزمة. وأكد على أنه الدولة المصرية كل ما تقوم به من مشروعات بيتم العمل عليها بشكل يعني أكثر دراسة، ويمكن أشار لنقطة مهمة جدا وهي منهجية استخدمتها الدولة المصرية من بعد 2014، وهو أنه ما فيش مشروع بيتم الحديث عنه إلا لما يبقى واقع على الأرض وموجود على الأرض. ويمكن ده اللي أشار لي لما تحدث عن مشروع مستقبل مصر، وقال أن فيه مشروعات أخرى بيتم العمل فيها حاليا من مشروعات التنمية، سواء كانت تنمية زراعية أو تنمية صناعية في المنطقة الخاصة بمنطقة شمال مصر اللي ظلت لفترة طويلة جدا بتهددها أو بتقف عقبة أمام تنميتها حقول الألغام اللي تحملت الدولة المصرية عملية إزالة هذه الحقول وحولتها إلى مناطق استثمار حقيقية أصبحت بتنعم بالحياة بشكل حقيقي بعد ما كانت عبارة عن حقول للموت. نعم، النهضة التي يشهدها الساحل الشمالي الغربي بشكل كبير جدا، وتعد طبعا مدينة العالمين نموذجا لهذا التطور اللي حدث الحقيقة في سنوات قليلة جدا وبصورة كبيرة. كيف ترى وكيف ترى مستقبله على المستوى سواء كان السياحي أو الاستثماري أيضا؟ خلينا أقول لحضرتك أنه يمكن إحنا كعالميين متابعتنا للمشهد مختلفة شوية، انه اللي كان بيحدث في منطقه العالمين قبل كده كنا دايما كافه الاحاديث دائما تتحدث عن انه هذه المنطقه من الصعب تنميتها نظرا لوجود حقول الالغام. اصرار الدوله المصريه على تطهير هذه المنطقه واحلال التنميه مكانها ده اكبر دليل على ان الدوله المصريه قادره على تنفيذ رؤيتها لتنميتها. اللي شهدته منطقه العالمين ومدينه العالمين الجديده في خلال السنوات القليله الماضيه بيأكد على ان احنا قدرنا ان احنا ننتقل بمنطقة الساحل الشمالي ومدينة العالمين نقلة نوعية كبيرة جدا. احنا النهاردة بنتكلم عن منطقة صناعية ضخمة، منطقة استراتيجية ولوجستية ضخمة ايضا في العالمين، بنتكلم عن منطقة سياحية. النهاردة مهرجان العالمين دي يعتبر من اكبر المهرجانات السياحية الموجودة في حوض البحر المتوسط. احنا بنمتلك مقومات الدولة قدرت ان هي تستفيد منها بشكل كبير، بنتكلم على ما يخرج من حوالي اكثر من 1.5 مليون سائح متوقع يكونوا موجودين في خلال فترة المهرجان. دي نقلة نوعية كبيرة جدا. ده بالاضافة لنقطة، احنا لفترة طويلة قعدنا كان دايما الساحل الشمالي بالنسبة لنا هو فترة الصيف فقط، لا احنا نقلنا المنطقة دي نقلة نوعية اخرى، وهي ان هي تظل على مدار العام يعني فيها حركة تنمية و تواجد وبنية تحتية تمت ليها في خلال الفترة اللي فاتت، هي اللي كانت سبب من أسباب تنميتها بهذا الشكل اللي احنا شايفينه في الفترة الحالية. بشكرك شكرا جزيلا السيد محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك.